وللمناقشة أكثر معنا من إسطنبول السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى كامل بداية مرحبا بكم. 18 فقرة أصدرها مقتدى الصدر تحت مسمى ميثاق ثورة الإصلاح، ولكن يعني الثورة تهدف الآن ضده، يعني من نصب مقتدى الصدر ناطقا باسمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حياك الله. الحقيقة لم يعني ينصب أحد مقتدى ناطقا باسم الثورة، هو أحد أعداء الثورة، ابتداء هو أحد أعداء الثورة والآن بات ربما العدو الأكبر لها. اليوم خرج أبناء النجف في قلب المدينة التي كان يسيطر عليها أو تسيطر عليها عصابات مقتدى، والتي ارتكبت فيها جريمة كبرى في حق المعتصمين والثوار، خرجوا ليتهموه بوضوح باسمه الصريح بأنه قاتل وبأنه غادر وبأن دماء الشهداء تشرفه. وهذا هو الرد الحقيقي أو الموقف الحقيقي من ادعاءات مقتدى وهرائه المستمر الذي يحاول أن يفرض نفسه من خلاله على الثورة والثوار. والحقيقة منذ البداية كان الخطاب الثائر، خطاب الثوار، يعني واضحا جدا في الموقف من مقتدى، ولكنه لم يكن يسميه، ولكن كان يقول أننا لم نخرج بتغريدة، وإنما خرجنا يعني حرصا على الوطن ورغبة في مستقبل أفضل وإلى آخره. كانوا يقصدون مقتدى ولكن لا يسمونه، الآن يسمونه بشكل واضح ويهتفون ضده في قلب المدينة التي ارتكب فيها الجريمة، والتي يعني كان وما يزال يسيطر عليها بإرهابه وإجرامه، والتي ارتكب فيها يعني جرائم هائلة ابتداء منذ يوم 10 نيسان أبريل 2003 وحتى اليوم هو يرتكب فيها. والجميع يعرف حتى في 2004 و2005 كانت المجازر ترتكب في مكتبه الشخصي في النجف. الآن الثوار بكل وضوح يعني عبروا عن موقفهم الرافض له ولكل الهراء الذي يصدر عنه. ولكن إلى الآن سيد مصطفى، يعني ألم تدرك الأحزاب السياسية أنها باتت مكشوفة تماما أمام الشارع العراقي الغاضب؟ يعني ليس أمام هذه الأحزاب أو العصابات بالأحرى إلا المضي في طريق الانتحار الذي اختارته منذ البداية، هي اختارته منذ وقوفها في خط الاحتلال وخط الخيانة للأوطان، والآن منذ اندلاع ثورة تشرين وقبلها أيضا في انتفاضة وثورة المحافظات الست في 2013 و2014 اختاروا الوقوف ضد الشعب. الآن هذه العصابات الإرهابية اختارت طريق الانتحار السياسي وليس لديها ما تقدمه سوى القتل والكذب والإرهاب والضحك على دماء الشهداء التي تسفك وتراق في كل المحافظات العراقية الثائرة. هؤلاء لا يدركون لأنهم جزء من أدوات تدمير العراق وقتل شعبه وسرقة ثرواته والتحكم بمخدراته، ولذلك ليس أمامهم إلا المضي في هذا الطريق الإجرامي وصولا إلى الهاوية السحيقة بإذن الله. يعني تصريح الصدر خرج بحسب المصادر من قم الإيرانية، ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك واضحة، هو لو كان يعني يتمتع بالنزر اليسير من الحصافة لعاد إلى العراق وكان يصدر تصريحاته من الأراضي العراقية، لكن غباءه وإجرامه يعني تبعيته الكاملة لنظام الإرهاب في إيران جعلته يقيم هناك ويصدر تعليماته هنا من هناك باسم الثورة. والطريف أن هذه الثورة منذ الساعة الأولى خرجت ضد الاحتلال الإيراني وعبرت بشكل واضح عن رفضها لرموز هذا الاحتلال، عندما هتفت ضد خامنئي وضد سليماني وضد عملائهم في العراق. هناك نواب سيد مصطفى نعم، هناك نواب قالوا إن إيران تستعين بالصدر لزعامة الفصائل الشيعية كبديل عن سليماني، إلى أي مدى يعني ترى أن ذلك هو الواقع؟
يعني مقتدى هو جزء أساسي من آلة الإرهاب التي استخدمتها إيران منذ تأسيسه ميليشيات جيش المهدي في 2003، وكان دوره واضحا في 2004 وفي 2005 وفي 2006 عند اندلاع الفتنة الطائفية بين العراقيين، ويعني في التي خاضت بدماء العراقيين عفوا. والآن عندما يريد أن يتصدر هذا المشهد، فلأنه ربما الأكثر إجراما والأبشع إرهابا، يعني الذي يتصدر الصورة أو صفوف الميليشيات الإرهابية هو أكثرها إجراما وليس أكثرها يعني فائدة للعراق ولمصالح العراقيين. من إسطنبول السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا جزيلا لك.